عندما سألوا ألبرت أينشتاين عن احتمالية حدوث حرب عالمية ثالثة، قال: أنا لا أعرف ما هي الأسلحة التي ستكون وقتها، ولكن لو حدثت بالفعل ستكون الحرب العالمية الرابعة بالعصا والحجارة. هذه الجملة بالرغم من بساطتها إلا أنها تحمل إجابة مخيفة، وهي احتمالية فناء البشرية في حال حدثت حرب عالمية ثالثة. وها نحن اليوم نسمع خبر بدء حرب بين روسيا وأوكرانيا وتوترات عالية بين دول كبرى. لذلك انتشر سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي: ماذا لو حدثت حرب عالمية ثالثة؟ الوضع راح يكون محزن حتى للشيطان، لأنه لن يجد بشر ليوسوس لهم بعدها. لذلك دعنا ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة. لنتخيل بداية ماذا يمكن أن يحدث عند تفجير قنبلة نووية واحدة فقط. في غضون ثانية يبدأ انفجار كبير جدا، ويتكون حول هذا الانفجار كرة كبيرة من البلازما تعادل في حرارتها حرارة الشمس، وتبدأ هذه الكرة من البلازما بالتوسع في قطر يزيد عن 2 كيلومتر. كل شيء في محيط هذه الدائرة يتلاشى، بالمعنى الحرفي يتبخر ويصبح رماد. حتى الحجر سينصهر ويتبخر، ثم بعد الانفجار ستضيء السماء بشكل جنوني، لدرجة أنك لو كنت تشاهد الانفجار من مسافة بعيدة ستفقد بصرك لعدة ساعات من شدة الضوء. ثم بعد ذلك سيطلق هذا الانفجار نبضة حرارية ستحرق كل شيء على قطر 13 كيلومتر، يعني هاتفك، ثلاجاتك، مصابيح البيت، أي شيء يعمل على الطاقة سيحترق. بمعنى آخر سيفقد الناس كل شيء تكنولوجي. ثم بعد دقائق من الانفجار أي شخص في محيط 500 كيلومتر من الانفجار سيحترق. أي شيء قابل للاشتعال سيشتعل بسبب الحرارة العالية، الخشب، البلاستيك، محطات الوقود، حتى الإنسان، سيبدأ الإنسان بالاحتراق تلقائيا. وتخيل أن الخطر ليس في كل ما أخبرتك به للتو، بل بما سيحدث بعد الانفجار وما سيحدث للأشخاص الذين يبعدون آلاف الكيلومترات عن هذا الانفجار. سيبدأ مطر أسود بالهطول، هذا المطر مكون من رماد وغبار مشع، سيمتد لآلاف الكيلومترات من الانفجار، وهنا يبدأ الرعب الحقيقي. كل شخص يلامس جلده هذا المطر أو يستنشقه سيموت بسبب الإشعاع. يعني حتى لو أقفلت بيتك عليك، بمجرد أن تفتح النوافذ للتهوية سيدخل هذا البخار وستصاب بالإشعاع. سيصبح كل شيء ملوث حولنا، الماء والطعام، وبالتالي سينخفض الإنتاج وستبدأ المجاعات. لا ماء صالح أو حتى كهرباء أو حتى مستشفيات وأطباء، الكل وقتها يحتاج إلى المساعدة. فإذا لم تموت من الانفجار ستموت من المطر المشع. لذلك أطلقوا على هذه الحرب الحرب النووية بالشتاء النووي. الوضع مخيف، والمؤسف أننا أصبحنا نسمع هذه الأيام تهديدات مباشرة من قادة العالم حول استخدام السلاح النووي وكأنه شيء عادي. Понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав по некоторым компонентам, по современности даже. فلو حسبنا عدد الدول التي تمتلك سلاح نووي سنجد أنها 9 دول معلن عنها هذه فقط، لمجموع 13,800 رأس نووي. وما أخبرتك به للتو هو تأثير رأس نووي واحد فقط، ولك أن تتخيل ماذا لو استخدمت كلها. لذلك يقدر عدد الضحايا لو حدثت حرب عالمية ثالثة بمليار شخص، ناهيك عن الدمار الذي سيرجعنا إلى العصر الحجري. في دراسة حديثة نشرت في مجلة الجيوفيزيائية، جاء فيها أن أقل الخطورات التي تنتج عن الحرب النووية هي تدمير طبقة الأوزون، ونحن بدون طبقة الأوزون لا نستطيع أن نعيش، هي من تحمينا من أشعة الشمس الضارة وأمور كثيرة، صار لازم نرحل للمريخ. لنتمعن في الفترات الزمنية. الحرب العالمية الأولى بدأت قبل 108 سنة وامتدت لمدة 4 سنوات، مات من خلالها 37 مليون إنسان مع أنه لم يكن هناك سلاح نووي. ثم بعدها ب 25 سنة بدأت الحرب العالمية الثانية وامتدت لمدة 8 سنوات، مات من خلالها 70 مليون إنسان، يعني ضعف ما مات في الحرب العالمية الأولى. كان يوجد فقط لدى الأمريكان سلاح نووي، وعليه لو فكرنا إحصائيا لو حدثت حرب عالمية ثالثة لا قدر الله ستمتد لمدة أكثر من 8 سنوات، وسيموت من خلالها أكثر من مليار شخص، لأن الأغلب لديه سلاح نووي ولديه أسلحة سرية لا نعلم عنها بعد. لذلك أغلب المحللين يقولون أنه لفناء البشرية يلزم أن يحدث حرب نووية بين روسيا وأمريكا التي تمتلك أكبر نسبة رؤوس نووية في العالم، يعني 95% من النووي الموجود في العالم لدى هاتين الدولتين. لا أريد أن أوقفك أكثر، ولكن حتى لو استبعدنا حدوث حرب عالمية نووية الوضع سيكون أيضا سيء. فتطور الأسلحة مخيف جدا، مثل القنابل البيولوجية والقنابل الفراغية والهيدروجينية إلى آخره. لذلك لا بد من حل، وهو إزالة كل الأسلحة النووية الموجودة في العالم وتوقيع معاهدات على عدم تصنيعها. الأمر ليس عبارة من ينتصر في الحرب، بل أن الأمر يهدد وجودنا كبشر على كوكب الأرض. وهذا بالفعل ما طالب به ثلثي العالم في عام 2017، طالبوا بإزالة كل الأسلحة النووية من العالم وطالبوا بعدم تصنيعها. فالمشكلة ليست في من يمتلك السلاح، بل في السلاح
السلاح نفسه، ولكن طبعا أكبر دولتين في العالم تمتلك هذا السلاح لم توافق على هذا المقترح. طيب لا قدر الله لو حدثت حرب عالمية ثالثة، أين نهرب؟ تقول صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أنه يوجد هناك 10 دول يمكن أن يهرب الناس إليها في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة، وتعتبر الأكثر أمنا في العالم وقتها. مع الأسف لا يوجد ولا دولة عربية منها. هذه الدول هي أيسلندا، كندا، الدنمارك، البرتغال، التشيك، سلوفينيا، النمسا، اليابان، سنغافورة، نيوزيلندا. وهنا لو سألنا ما وضعنا نحن العرب من هكذا حرب، وفق محللون سنكون الأقل تضررا، فالدول العربية هي مصادر ثروات ولديها علاقات جيدة مع روسيا وأمريكا، وبالتالي استهدافها سيكون مستبعد، ولكنها ستعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة لأنها تعتمد في اقتصادها على الاقتصاد العالمي. على الطرف الآخر المتفائلون وأنا منهم يستبعدون حدوث حرب نووية أو ما يعرف بالشتاء النووي، وذلك لأسباب كثيرة. العالم أصبح يعتمد على بعضه جدا، فالمنتج مثلا الذي ينتج في اليابان يتم تصنيع المواد الخام الخاصة به في 10 دول مختلفة، لنجد المنتج أصبح ذا طابع عالمي، أي أن العالم هو من أوجد هذا المنتج وليس دولة معينة، وبالتالي حدوث حرب مع أي دولة من هذه الدول التي تصنع هذا المنتج يعني دمار اقتصاد هذه الدول جميعا، ولا أحد يقوم بتدمير نفسه. أيضا نحن نعيش في نظام عالمي مترابط أو ما يعرف بالعولمة، كل شيء مربوط بالاقتصاد العالمي، فإذا عندما تتأثر دولة ما الدول التي بجانبها تتأثر اقتصاديا، ليس كما هو الحال في الحرب العالمية الأولى أو الثانية. لندخل في حلقة مفرغة من لا تنتهي من المصالح الاقتصادية، ولكن نهاية لا أحد يضمن لك ذلك، يكفي حاكم متهور واحد لينهي البشرية. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.